نهار صحة يا ميت، أهلين وسهلين. أهلين. أنا ابن حرام اللي عمل رمبلي. كنا منين جبنا هالبلوين؟ ما عنده رحمة بقلبه. الله لا يوفقه إلهي يكسر خاطره. تحس إنه الولد غالي علينا. الله يملخ إيدين اللي عمله. أيوة. لا تفضل. حرام تقول إنه هذا غالي. رمونا دكتور الله يكرمه. يلا يلا. رمونا الله يكرمه. بسم الله. الحمد لله. حكيم، ليش الولد لا من تمه ولا من كمه؟ صغر سنه والألم اللي صابه أفقدوا الوعي بالكامل يا أبو طالب. ايوه، بس ان شاء الله ساعات قليله وبيرجع لطبيعته. الله يسمع منك حكيم. لك شو هالمصيبه يا اي؟ شو هالمصيبه؟ وحد الله ابو طالب، وحد الله. محمد رسول الله. جيبوا لنا الزيت والماء السخنه بعد اذنك يا ابو طالب. لك وين الزيت؟ ثواني عمي، ثواني. وين الزيت؟ وين الزيت؟ طلق ناري مش كتب دكتور بسرعة يا أغا شو يا مدحت؟ طمني شو صار؟ لازم شوفه للأغا مشان أوضح له شو صار معنا. هلا قبل ما تحكي للأغا فهمني شو صار، مات ابن الحرام ولا لا؟ الأهم من موتة الخسيس صار شي مو بالحسبان ولازم نخبر الأغا عليه. شو صار؟ عم لك صار شي مو بالحسبان ولازم نعالجه فورا. الله يجيبك يا طولة البال، ولك احكي احكي. فواز تصاوب ومسكته الشرطة. شو؟ تصاوب؟
ولك شو عم بتقول انت؟ شو عم بتقول؟ مثل ما سمعتي يا خانم. ولك بتعرف هذا الكلام اللي انت عم بتقوله شو معناته؟ ما بتعرف شو معناته؟ بعرف، مشان هيك عم بقولك لازم نشوف الاغا لحتى نلاقي حل للموضوع. عدلي ونصري وينهم؟ طلبت منهم يتخبوا بالخان. لك الله يلعن فواز ويلعن اللي خلفه. ايه هلا مو وقت العتب يا خانم، لازم نلاقي دوباره لهالموضوع. اسمع تفضلي. هلا بتحمل حالك وبتروح من هون وبتنفس كل شيء رح قلك اياه بالحرف الواحد، والا رح تنخرب بيوتنا وبيوت اللي خلفنا. عم تفهم؟ عم بفهم. قولي يا امي انتي تقبريني حكيم. الله يرضى عليك، لو تبقى الليلة عنده مو أحسن؟ لو كان في داعي لوجودي كنت بقيت بدون ما تطلب مني يا أبو طالب. أيوة بس قعدتي ما لها أي فايدة، لأنه صغير بده وقت ليصحى. حكيم إذا بناخده على المستشفى مو أحسن؟ لا لا أبدا. ليه؟ مو أحسن من القعدة هون؟ لا يلا بالإذن. إذنك ما الله يعطيك العافية يا يا الله يا الله يا الله يا الله. السماء يا ناس يضوي كل ظلمة. لا يا بلا ومحيانا بينا يوسف ما ترك بالأرض ظلمة. وشوف العالم اللي جاي كلهم جايين مشانك حبيبي. واللي صور عيسى وموسى خليك رجال يا ابني. انت شيخ الشباب، شيخ شباب للأوقات كنا. يلي ما ترك نوره بالكون ظلمة. وحد الله يا ابو طالب، وحد الله يرحم امواتك يا ابو طالب. شد حيلك ان شاء الله عرضيه عرضيه بتزول بإذن واحد أحد. الولد شغلته برانية يا أبو طالب. عرضية شغلته عمي أبو طالب، عرضية. يا حبيب أبوك أنت، يا حبيب أبوك. الكبار عندي شدايد، أنت كبير من طول عمرك عمام كبير. إن شاء الله بكرة بيتحسن وبيرجع مثل قبل. الله كريم يا أبو طالب، الله كريم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا الله يا الله يا طالب. يا طولوا بالكم، خلينا نفهم كلمتين. ايه تمو شو حكيت؟ شو الموضوع؟ ما بخبي عليك يا سيد حسان، حالة الولد ما بتطمن ابدا. شو يعني؟ يعني نحن عملنا يلي علينا والباقي على الله. لا اله الا الله، لا اله الا الله. اذا صار اي انتكاسة قبل ما ينتهي مفعول المخدر خبروني فورا. اكيد اكيد حكيم، ما تاكل هم. يلا بالاذن. حكيم تفضل. فيني اعرف منك سبب الخطورة اللي عم تحكي عنها؟ رصاصة اجت بالصدر يا سيد حسان، وهي المنطقة خطيرة. أيوة بسيطة. يلا بالإذن. إذنك معك أبو يحيى، وصل حكيم. تفضل تفضل يا عم الله يجيب العوايب سليمة. ادعوا له يا جماعة، ادعوا له، ادعوا له يا رب يا رب. الله يتولى بعينيك. الله يشفيهم. يلا يا شباب لأشغالكم، كل واحد لبيته أشغاله. يلا يلا يلا. كثير عام سيدي. سيد حسان اهلا. اهلا سيد حسان. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. شرف شرف. تفضل طمني. ان شاء الله صار معكم شيء. ان شاء الله خير، بس انت طمني كيف طالب؟ طالب ما بعرف شو بدي اقول لك، بس اخباره ما بتطمن بالمره. يا لطيف. المهم صار معكم شيء، مستجد معكم شيء. في اخبار ساره يا سيد حسان؟ يتفضل قلي. عناصرنا اصابوا احد الفاعلين واعتقلوه، وحاليا هو بالمشفى. وعرفتوا هو مين وشو غايته وليش عمل هالعمله؟ لتنتهي عمليه اسعاف رح نحقق معه ونعرف منه كل شيء.
بقصد يا حمدي افندي، عرفت اذا هو من الحاره او من برات الحاره؟ لحد الان لا، لاني هو بحاله اغماء وبس يصحى راح نعرف منه كل شيء. طيب فيني روح شوفه؟ طبعا، بس ما راح استفاد شيء لاني مثل ما قلت لك ما زال بحاله اغماء. حمدي افندي انت ممكن يصحى الصبح ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. تفضل. احترامي سيدي، اجاك ضيوف سيدي. خلي يتفضلوا. اهلا اهلا اهلا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام يا اهلا يا اهلا وسهلا وسهلا. اهلا مرحبا. اهلا اهلا مرحبا. تفضلوا تفضلوا. شايف سيدنا هون؟ قلت لحالي بيجي بتطمن وبشوف شو صار معهم، وان شاء الله عرفتوا شيء عن اولادين الحرام يلي عكروا مزاجنا. الحمد لله مسكنا طرف الخيط. بري عليكم وهذا عشمنا فيكم. يعني عرفتوا مين ورى هالسيره الخايسه عليه؟ اي نعم، واصبنا احد الفاعلين واعتقلناه وهو حاليا بالمشفى. فهمنا السيره الله يرضى عليك، شو غرضه شو غايته؟ الصبح ان شاء الله بس يقوم راح نعرف منه كل شيء. وليش لبكره يا حمدي افندي؟ ولك جيبوا لي اياه خليني اخلص عليه وعلى كل مين بيشد بظهره بقى. طول بالك واحد الله، نحن متابعين الموضوع. حمدي افندي عم يحكي درر لك عمي. لا اله الا الله. نحن على كل حال رح نتركها لكم ونخلي القانون ياخذ مجراه، بس اذا ما اخذتونا حقنا من اولادين الحرام هدول ساعتها رح يكون لنا حكي تاني، لانه الشيء اللي صار ما بيسكت عنه بنوب بنوب، والاعتداء اللي صار على زعيمنا وحبيبنا ابو طالب هذا يعتبر اعتداء علينا كلياتنا. بارك الله فيك يا مراد اغا. اصيل والله اصيل يا مراد اغا. ولعلمكم وعلم الجميع نحن بعمرنا ما سكتنا على ضيم، وما بنسكت ابدا حتى لو مش الدم للركب بالحارات. لمعات لمعات فهميني، أنا حمار من هالحمير يلي تصوب المسك. فواز فواز؟ يا ساتر يا ساتر، معناتها انكشف أمرنا وانفضحنا ورحنا بشربة مي. ولو ما فشلت عينهم يا آغا، وحياتك يلي بيحط عليك وردة لنحط على رقبته 50 سيف. فهميني فهميني شو صار؟ ولو شبك يا آغا؟ عم قلك عندك الرجال بتاخد اللقمة من تم السبع، شبك؟ لك فهميني وريحي قلبي. اطمن اطمن وهدي حالك وحياتك، لنطلع من القصة مثل الشعر من العجين. أكيد. ولو ما قلت لك عندك رجال يا أخا؟ لك تسلم لعيونك تسلم لعيونك، ما أجملك. شكت روحي ويا ما نده القلب، شرياني وجروحي تنده إلك يا رب، ببكوتي ونوحي تهون علي الصبر.